ووصل سيف الدين الى حلب وترك بها اخاه عز الدين في جمع من العسكر ولم يقم هو وعبر الفرات وسار الى الموصل وهو لا يصدق انه ينجو وقد ذكر العماد الكاتب الكلام لابن الاثير يقول يقول وقد ذكر العماد الكاتب في كتاب البرق الشامي في تاريخ الدوله الصلاحيه ان سيف الدين كان عسكره في هذه الوقعه عشرين الف فارس بينما ابن الاثير كم قال قال جمع سته الاف قال فاجتمعت هذا ابن الاثير يقول فاجتمعت قرانا هذا فاجتمعت معه عساكر كثيره بلغت عدتهم سته الاف فارس هنا ابن الاثير اتى بكلام العماد في كتاب البرق الشامي العماد يقول في البرق الشامي أن سيف الدين كان عسكره في هذه الوقعة عشرين ألف فارس يجيب ابن الأثير يقول ولم يكن كذلك لم يكن هذا العدد يقول إنما كان على التحقيق يزيد على ستة آلاف فارس أقل من خمسمائة يعني أقل من ستة آلاف وخمسمائة. يقول ابن الأثير فإنني وقفت على جريدة العرض هذا السجل على الأوراق على الاسماء على التنظيم على التفصيل على سجل الاسماء يقول فانني وقفت على جريده العرض وترتيب العسكر للمصاف اي ترتيب العسكر لمواضع الصفوف ميمنه وميسره وقلبه وجاليشيه ايضا نحتاج إلى أن نحن اللغه العربيه ابتعدنا عنها ونحتاج الى ان نرجع الى قاموس المعاني فكيف بي المصطلحات الدخيلة على اللغة العربية نرجع إلى قاموس المعاني لا نجد هذه إنا لله وإنا إليه راجعون نضطر إلى بحث آخر وبحوث أخرى وعملية بحث متكررة وكثيرة حتى نصل إلى المعنى ماذا يقصد بالجاليشية الجاليشية هم عادة تستخدم في مقدمة الجيش هذا المقدمة أو طلائع الجيش أو رمات السهام أو الرمات يكونون في المقدمة إذا يقول أنا طلعت على ميمنة الجيش وعلى ميسرة الجيش وعلى قلب الجيش وعلى جاليشية الجيش وغير ذلك يقول اطلعت على هذه وغير ذلك وكان المتولي لذلك والكاتب له من الكاتب يقول أخي وكان والكاتب له أخي مجد الدين مجد الدين أبا السعادات أبا السعادات المبارك ابن محمد بن عبد الكريم رحمه الله الآن يقول إذا لماذا العماد ضاعف العدد من ستة آلاف إلى عشرين ألف لاحظ التفت إذا كنا نأخذ التاريخ من هؤلاء إذا كنا نأخذ الحقائق من هؤلاء وأنتم أحكموا على ما حصل على أهل البيت سلام الله عليهم لماذا فعل هذا؟ الآن صلاح الدين الفاتح الناصر الملك محرر المقدسات لا يوجد من يختلف على هذا الأمر الكل تمجد بصلاح الدين القائد لكن مع هذا لم يرضى اصحاب التدليس، لم يرضى اهل الغلو، لم يرضى اهل الكذب، لم يرضى من لا يمتلك الانصاف والضمير والصدق والمصداقيه، يحاول ان يمجد ويمجد الاشخاص وهو لا يحتاج اصلا الى التمجيد. يقول وانما قصد العماد ان يعظم امر صاحبه يعني هذا الكاتب العماد صاحب كتاب البرق الشامي يقول هذا لماذا ضاعف العدد وكثر العدد قال أن يريد أن يعظم من أمر صلاح الدين من أمر صاحبه أي أمر صلاح الدين بأنه يقول بأنه صلاح الدين نحن قلنا انتصر عليهم وهزمهم لكن يريد أن يقول أنه صلاح الدين انتصر على عشرين ألف وليس على ستة آلاف وإنما قصد العماد أن يعظم أمر صاحبه بأنه هزم بستة آلاف عشرين ألفاً يعني عند هذا العماد تفرق عندما يقول هزم ستة آلاف بستة آلاف تفرق عما يقول هزم عشرين ألفا بستة آلاف هذا هو القصد يريد أن يعظم من شأن من شأن صلاح الدين من شأن صاحبه والحق أحق أن يتبع ابن الأثير يقول للعماد الحق أحق أن يتبع هذا العماد هذا ليس من التيمية ليس من الدواعش الفكرية ليس من المدلسين الأصليين التيميين لا هذا من غيرهم هذا من أصحاب صلاح الدين من الشافعية من الصوفية وفعل ودلس بهذا وبخه ابن الأثير وقال الحق 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 أحق أن يتبع فكيف إذا حال التيمية وتدليس التيمية وكذب التيمية ساعد الله أهل البيت على ما حصل عليهم يقول ثم يا ليت الشعري كم هي لاحظ يؤكد هذا الكلام يقول يا ليت شعري كم هي الموصل وأعمالها كم هي الموصل والأقضية النواحي المدن المرتبطة بها كم هي الموصل وأعمالها إلى الفرات حتى يكون لها وفيها عشرون ألف فارس أقول هنا القائد صلاح الدين انتصر في المعركة وأوقع في أعدائه وقادتهم شر هزيمة لكن مع هذا لم يكتفي العماد بذلك بل التجأ للتدليس بل التجأ للتدليس من أجل زيادة تمجيد لصاحبه صلاح الدين ومن هنا تصوروا مقدار وحجم وعظم التدليس والكذب والافتراء الذي فعله ابن تيمية وإم وإمته النواصب ضد ضد أهل البيت وضد أهل بيت النبوة الذين أذهب الله عنهم الرجس من أجل شرع عن الجرائم وقبائح وفساد أئمتهم المارقة الذين الذين نزوا نزو القردة على منابر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان هلاك الأمة بأيديهم وعلى أيديهم فرحمك الله وجزاك الله خيرا يا ابن الأثير يا ابن الأثير وانت تكشف حادثه واقعيه ترشد كل عاقل منصف الى حقيقه وخطوره المنهج التدليسي التيمي الذي ابتعد عن الحقيقه والواقع وصار يحسن صور الاشخاص ويمجدهم ويرفعهم الى منازل الانبياء والالهه